مالك يا ناديه؟ كأنك مش عايزه تشوفيني يعني. لا انا بس قلت يعني تلاقيك عند ريم، اصلها على فكره سالت عليك كتير قوي، كانت مستنياك ساعه ما كلمتها اخر مره. ما تشغليش بالك، انا هطلع من هنا على هناك على طول. خير؟ هو ايه اللي خير؟ مش فاهم الكلمه. اصلك يعني مش هتيجي تزورني كده؟ اكيد وراك حاجه. انا بيعجبني نباتك يا ناديه، شاطره. انا ورايا حاجات مش حاجه واحده. قول. انت عارفه ان مهدي الله يرحمه كان غالي علينا قوي. امال؟ وطبعا كلنا اتفاجئنا ان الراجل مات كده وهو كان سليم 100%، ما كانش عيان ولا حاجه. وبصراحه انا جاي النهارده مخصوص عشان الموضوع ده، اصل انا عملت حاجه شريره من وراكي. انا شرحت الجثه يا ناديه، شرحت الجثه عشان اعرف سبب الوفاه، طبعا عن طريق رجالتنا احنا مش بره، ما ينفعش. والتقرير اللي جالي عن سبب الوفاه انه مات مقتول مخنوق، واحنا ما بنسيبش حق رجالتنا يروح كده يا ناديه، وبعرف اجيب حق رجالتنا لو في بطن الحوت. ومفيش حد ربنا خلقه ليه مصلحه في موت مهدي غيرك انت يا ناديه. مش انا يعني مهدي مات مقتول؟ يعني انت جاي مخصوص عشان تسال؟ بدل اللف والدوران ده كنت جيت وسالتني. على فكره انت لو كنت جيت وسالتني دايركت اكيد كنت هقول لك مين اللي قتله. عايز تعرف مين اللي قتله؟ مروان. ارجوك ارجوك ما تحاسبناش ان احنا سكتنا وما اتكلمناش. عارف احنا ما اتكلمناش ليه؟ عشان مروان. مروان كبر، كبر قوي قوي بسببكم. وبعدين ما سالتش نفسك قبل ما تعمل فيها مفتش كده تسال مين اللي ارغم محرم ان هو يحرق المخازن؟ مين اللي بلغ عن محرم؟ كنت سالت الاول وبعدين تعالى حاسبنا. بس المفروض كنتوا تحكوا لي على كل اللي حصل ده من الاول. بجد؟ انت كنت عايزنا نقول دوت عشان مروان يدفننا بالحياه؟ طب دلوقتي محرم مات مقتول، هتعملوا ايه؟ هتعرف مين اللي قتله ولا مش مهم ده بالنسبه لك؟ حسن وامه ورجالتهم جم يوم ما كان مهدي عاوز يتجوز لبنى، وحصروا الفيلا كلها وهددونا. عيله عبد الحكيم دي جدره، ربنا يوريني فيهم يوم. جرى ايه يا عادل؟ هو احنا مش اتفقنا ان احنا هنتغدى مع بعض ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، انا عندي ميعاد مهم جدا اخلصه وهبقى اكلمك نشوف هنعمل ايه. اوكي. تانس وتشرف في اي وقت. برافو يا بدري، جيت في ميعادك مظبوط. سعيدة. تعال اتفضلوا من هنا. لا بس بجد مبسوط من مواعيدك قوي يا بدري. هو احنا نقدر نتأخر عليك يا باشا؟ انا مواعيدي سيف يا باشا، خصوصا مع الناس اللي زي سعادتك. يعني حبيبي تحب تشربوا ايه؟ شاي بلبن، شاي سادة. مش لازم شاي خالص. كل اللي انت عايزاه موجود. تحب تشربي مانجا؟ مانجا جميلة قوي، ده حتى الموسم بتاعها اليومين دول. بلاش مانجا كمان؟ من انا يا ست العين. تسلم عينيك يا باشا، يا باشا. ما اسمعش حسك تاني. يوه، وانا قلت حاجة؟ الراجل بيعزم علينا بعصير وانا عطشانة.